السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم في تمام الصحة والعافية. اليوم جبت لكم واحد الفكرة اللي مبتكرة صراحة وغتنفعكم بزاف بزاف في هذه الأجواء الباردة، خصوصا الناس اللي ما عندهمش الشوفاج في الدار، فكنحتاج فقط كيس ديال الملح وغطاء ديال الطاجين اللي تكسر لكم مثلا ما بقيتوش كتستعملوه وبقى عندكم غير الغطاء ديالو هكذا غير محطوط ما كديروا به حتى شي حاجه. ويلا نبداو على بركه الله في تطبيق الفكره ديالنا. تنيول او لا التقاب او لا المتقاب الكهربائي، اليوم غادي تشوفوا معايا المواهب الخفيه ديالي. درت اكبر واحد عندي باش نسرب يعني الخدمه، وكما كتشوفوا فراني درت واحد الثقب اللي هو كبير نوعا ما في الطاجين. ردوا بالكم لا يتهرس معكم، فغير بشويه حتى ديروا فيه هذا الثقب لان هذا هو كل شيء. غادي ندوزوا ليها، وهي خديت هنايا الشنيول وضعت فيه اصغر مسمار اللي عندي فكيكونوا بالنوامر، فانايا خديت اصغر واحد لان عندي الغرض بواحد الثقب اللي غادي نوضعو في هذا الطرف هذا وغادي نثبت عليه مسمار كيف ما كتشوفوا. هي العمليه راس شويه دقيقه لانه ممكن يتهرس لكم الطاجين، ففقط شويه ديال الخاطر. وغادي ندير هنايا واحد الحفره غير فين يشد لينا مسمار اللي يكون ضروري انه يكون شويه طويل كما كتشوفوا، ما يكونش قصير. نتمنى يكون واضح لكم، فهو مسمار اللي هو طويل. ودابا غادي نثبتوا في هذه الحفره هذه ان شاء الله باش ندير واحد هنا وواحد هنا. ركبنا المسمار الاول المسمار الثاني، ودابا بقى لنا المسمار الثالث. راكم عارفين ضروري من ثلاثه باش انه يثبت لينا. غادي نكمل دابا العمليه، غادي نحاول انني ندير مسمار هنايا. وكنكونوا سالينا المرحله الصعيبه، ثبتنا المسامير. هنايا راني وضعت ثلاثه، فبطبيعه الحال غادي يكونوا ضربات لي فاشله فماشي مشكل، غير حاولوا مع هذه هي المرحله الصعيبه. ها هي سالي. نحتاجوا هنايا الطاجين، فإلا ما كانش عندكم الطاجين خذوا لاطا اللي قديمه، مهم اي حاجه قديمه اللي ما بقاش عندكم بها الغرض، بحال هاد اللاطا مثلا تجرحات ما بقاش عندنا بها الغرض. المهم الحاجه تكون يا اما حديد يا اما طين، ف هذا هو المبدا يعني يكون طاجين او لا. هذه راه قصريه قصريه صغيره. غادي ناخذ الملحه ديالنا وغادي نديرو هنا. يا سلام هذه الملحه كيفاش دايره، كارثيه. غادي نفرتت هذه الملحه هنايا، وغادي نجيبو الشميعات. انا عندي هاد النوع هذا، الا ما عندكمش خذوا شمع عادي فقط، هذا لان فيه مغلف غادي يجينا هو هذاك. من بعد غادي نقول لكم شنو هو الدور ديال الملح. عندي هنايا ثلاثه وغادي نوضعهم هنايا. فالغرض حنايا اللي بغينا من هاد الحجرات هادو هو اننا غادي نحطو عليهم هاد الغطاء ديال الطاجين الصغور بهذا الشكل هذا، نوقفوه على هاد الحجرات هادو. وفوضات هذاك الغطاء ديال الطاجين الصغور فوق من هادوك الحجرات فقط باش يتعلى ليا، اولا ممكن تعملوا ليه الا كان عندكم هكذا الوقت خذوه وديروا ليه حتى هو هاد المسامر هادو بهذه الطريقه هذه. انا فقط ما بغيتش نتقبل لانه مازال كنستعملو. باش بغيت ندير لي غير هذه الفكره اللي مؤقته، جبت واحد العود ديال الشوا غادي نشعلو هاد الشميعات. صافي الشميعات ها هما شعلناهم. نجيبو الطاجين الصغير غادي نزلوه
طاجين الصغير راني وضعته، وغادي نجيبو طاجين الكبير. كنكونو حصلنا على مدفأة اللي المنظر ديالها زوين، ودابا غادي نتيستيو ان شاء الله الفعالية ديالها. غادي نقول لكم في الاخر ديال الفيديو شحال المدة اللي كتبقى يعني كتنشر في الحرارة. ذلك غادي نقول لكم بالنسبة للفعالية ديالها كل شيء، هادشي غادي نقول لكم بعد قليل. فكتعطي منظر لي زوين. غادي نعطيكم دابا واحد الفكرة اللي زوينة بزاف. فالشميعات كيبداو كيسخنوا لينا طاجين اللي لداخل هنايا، هذا راه كيصبح ساخن ما تقدروش تحطوا يديكم عليه، والحرارة اللي كتطلع من هنايا فكتطلع لهنايا كتوزع في هذه البلاصة هذه، من بعد ما كيدخل الهواء البارد من هذا المكان اللي خليناه فارغ باش كيبقاو لينا الشميعات مشعولين ما كيطفاوش، وكذلك الهواء البارد كيدخل لينا من هذا المكان وكيصعد لينا مع الطاجين وكيخرج لينا من هذه البلاصة هذه، فهي سخونة راه كتبدا كتسخن. فهاد المدفأة هذه كتعطيكم الحرارة لمدة ديال 3 ديال السوايع، حرارة اللي هي مثالية لغرفة صغيرة يعني فيها 2 متر على 2 متر، فكتعطيكم واحد الحرارة اللي هي يعني مزيان. ما غاديش نقول لكم حطوها في صالون اللي كبير وغادي تعطيكم الحراره، فراه كتعطي الحراره كتخرج الحراره من هنايا وكذلك من هنايا. وبالنسبه لهذا المكان هذا فكنقترح عليكم انكم الى عندكم زيت عطري فوضعوه في هذه البليصه هذه هنايا، فمع السخونيه غادي يبدا يطلق لكم واحد الرائحه ديال العطر اللي زوينه وغادي تنتشر في البيت. بالنسبه لهذا الثقب هذا فراكم عارفين دابا مع الاجواء البارده كنجيو نشربو كاس ديال اتاي، ما كنجيو فين نكملو كاسنا كنبغيو نزيدو، فالبراد كيبرد. فكنقترح لكم انكم توضعوه في هذا المكان هذا وانتم كتستمتعوا يعني بالتدفئه، وفي نفس الوقت البراد ديالكم فراه غادي يسخن ويبقى دافئ جدا. بالنسبه للدور ديال الملح فهو كيخلي الشميعات انهم يبقاو شاعلين لاطول مده ما يذوبوش يعني بسرعه. فللامانه هذه الفكره راه ماشي من الاختراع ديالي، فهي يعني فكره معروفه كيصوبوها ب دوك لي بو ديال الورود اللي كزرعوا فيهم الورود، وهذه فكره بالطاجين فخديتها من قناة أجنبية، فكرة اللي صراحة زوينة بزاف عجبتني. ومنين جربتها دابا يعني التجربة اللي تستحق التجربة، كنصحكم أنكم إلا عندكم شي قطعة ديال الطاجين فجربوا هذا الاختراع هذا الهائل الاقتصادي بدون كهرباء وبدون فحم.